إلى صنعاء إلى مراسلنا خليل القاهري هناك. مرحبا بك خليل، هل قال الحوثيون شيئا عن هذا الصاروخ؟ نعم محمد، حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي أو إبانة رسمية أو إيضاح، ولكن في المجمل كانت جماعة أنصار الله أكثر من مرة وفي أكثر من خطاب عند جماعة أنصار الله توعد بأن الرد سيكون مفاجئا جدا للإسرائيليين وأن الرد قادم لا محالة وإن تأخر. وبالتالي يمكن القراءة في هذا السياق أن ما تم الإعلان عنه من الصاروخ في تل أبيب هو يأتي في هذا السياق، وإن لم يصدر بيان رسمي حتى هذه اللحظة. في المجمل جماعة أنصار الله توعدت مرارا وتكرارا بأن الرد سيكون مفاجئا للإسرائيليين، خاصة بعد العدوان الإسرائيلي على الحديدة بعد استهداف سابق لتل أبيب بصاروخ أطلق من اليمن. وحتى هذه اللحظة نحن بانتظار ما إذا كان سيكون هناك بيان بالمتحدث العسكري يحيى السريع خلال الساعات القادمة، وسيكون هناك أي إعلان بهذا الشأن. ولكن حتى هذه اللحظة لا يمكن القول بأن هناك موقف معين أو تبني بشكل رسمي من قبل جماعة أنصار الله. ما عدا ذلك هو الإعلان المتكرر سواء على لسان المتحدث العسكري يحيى سريع أو على لسان زعيم جماعة أنصار الله في أكثر من خطاب ومناسبة أو أكثر من مسؤول في الجماعة بأن هناك رد قادم على إسرائيل بلا شك وأنه سيكون مفاجئا. وبالتالي كما قلت يمكن الاعتبار أن ما تم اليوم هو يأتي في هذا السياق وإن لم يعلن حتى هذه اللحظة شيء رسمي. نعم خليل، أريد أن أسألك، يعني هذه الصواريخ البالستية التي عادة ما يستخدمها الحوثيون، ما الذي نعرفه عنها عن المنظومة أو عن التكنولوجيا التي هي موجودة في هذا النوع من الصواريخ حتى تقطع مسافة 2000 كيلومتر تقريبا وبمدة زمنية تتراوح ما بين تقريبا 15 دقيقة وتصل إلى منطقة استراتيجية حساسة؟ يعني ما الذي نعرفه عن المنظومة الصاروخية لدى الحوثيين من صواريخ أرض أرض؟ يعني هم جماعة أنصار الله كانت قد أعلنت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية بأن لديها عتادا عسكريا يعني تم تطويره محليا وتصنيع بعضه محليا وقادر على الاستهداف لآلاف الكيلومترات، وقالت أكثر من مرة بأن لديها صواريخ الآن قادرة على قطع مسافات طويلة والوصول إلى عمق الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا العتاد العسكري قالت بأنه خلال السنوات الماضية تم يعني تصنيعه وتم تطوير بعضه أيضا بشكل كبير، بشكل أصبح معه الأمر ممكن الاستهداف إلى أماكن بعيدة المدى كما هو الحال اليوم من وصوله أو قطع هذا الصاروخ يعني آلاف الكيلومترات وصولا إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي. يعني لدى الجماعة عتاد عسكري كبير ويعني قادر على الاستهداف. سبق أيضا أن تم الإعلان عن خلال فترة الحرب مع السعودية والإمارات أن تم الإعلان عن وصول صواريخ إلى الأراضي السعودية بشكل كبير وإن كانت المسافة أقرب بطبيعة الحال، ولكن أيضا في السياق ذاته كانت الجماعة تقول بأن لديها عتاد عسكري بما في ذلك الصواريخ المطورة القادرة على الوصول إلى نطاقات مكانية بعيدة. وبالتالي العتاد العسكري يبدو أنه أصبح متاح مع الجماعة بشكل كبير وتقول بأنه تم تصنيعه محليا، وتعلن سبق أن نظمت معارض لعرض نماذج من هذه الصواريخ أكثر من مرة خلال السنوات الماضية، والإعلان عن دخول بعضها إلى الخدمة بشكل رسمي. وبالتالي يبدو أن ما تم من استهداف لإسرائيل يأتي ترجمة لما تم الإعلان عنه في أكثر من معرض
الصواريخ والعتاد العسكري الذي كانت تعرضه جماعه الانصار، لا حتى في الحفلات الرسميه بمناسبات وطنيه كانت ايضا تستعرض عتادا عسكريا بما في ذلك صواريخ يعني قادره على الاستهداف الى نطاقات مكانيه بعيده. نعم. خليل، اخيرا اريد ان اسالك عن الحاضنه وعن الحاله الشعبيه المقربه من الحوثيين، هي تتفاعل بشكل كبير جدا مع هذا النمط من العمليات، وتبدأ بعض المصادر المقربة المصادر المؤيدة بالنشر والحديث بشكل مكثف عبر الفضاءات المختلفة. إجمالا لو وضعتنا في صورة ماذا يقولون عن هذه العملية؟ يعني المزاج الشعبي إن صح التعبير هنا فيما يخص عمليات الاستهداف للاحتلال الإسرائيلي والمواقف المعلنة هنا من صنعاء بشأن المناصرة لغزة والوقوف إلى جانب مظلومية الشعب الفلسطيني، هذه تحظى بجماهيرية شعبية كبيرة وبشكل غير مسبوق، لدرجة أن كثير من المراقبين المحليين والساسة أيضا يقولون بأن يعني الظرف الراهن الذي يعني حدثت خلاله العدوان على غزة والإعلان عن المواقف التي كانت مؤازرة بشكل كبير للفلسطينيين من قبل جماعة أنصار الله أكسبها جماهيرية شعبية واسعة، وبالتالي أيضا يعني رغم أن الحكومة المعترف بها كانت أكثر من مرة في تصريحات قالت بأن أنصار الله يعني يتخذون من إعلان مناصرة غزة نوعا من اللعب على المزاج الشعبي إن صح التعبير، ولكن جماعة أنصار الله قالت بأن هذا موقف إيماني لا مجال فيه للتلاعب بالعواطف وإنه نابع من الموقف الإيماني والواجب الديني الذي يحتم أن يكون هناك وقوف حقيقي إلى جانب الشعب الفلسطيني. وبالتالي رغم أن يعني هناك مناطق سيطرة جغرافية لا تقع تحت سيطرة جماعة أنصار الله كما هو معروف محمد، ولكن حتى في هذه المناطق بدأ بعض المراقبين وبعض يعني حتى الجماهير اليمنية تقول بأنه رغم الخلافات مع جماعة أنصار الله لكن في هذه الزاوية تحديدا فإن هناك تأييد كبير ومباركة كبيرة طالما أن هناك استهداف للاحتلال الإسرائيلي وطالما أن هناك وقوف حقيقي إلى جانب الشعب الفلسطيني وإلى جانب مظلومية غزة والشعب الفلسطيني في القطاع وفي غيره من المناطق.